علي رضي الله عنه وأرضاه، كما قلنا إن علي رضي الله عنه كان إماماً في الشجاعة، كان إماماً في الحكمة واختيار القول، فقد وفق هذا الصحابي الجليل لأقوال أخذت عنه، ومن ذلك قوله قال: من بالغ في الخصومة فجر، ومن قصر فيها ظلم، ولا يستطيع من يتقي الله أن يخاصم. وهذا كلام لا يقوله إلا رجل يعرف الله ويعرف الناس. قال: من بالغ في الخصومة فجر، ومن قصر فيها ظلم. فلو دخلت مع أي أحد من الناس في خصومة فأنت أحد رجلين: إما أن تستطيل عليه وتبالغ في الخصومة حتى لا تغلب، تنظر إلى أقرانك، إلى أهل بيتك، إلى من تفي إليهم، فتضطر إلى أن تبالغ في الخصومة، وإذا بالغت في الخصومة فجرت، والفجور ليس من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا خاصم فجر. الحالة الثانية أن تقصم ولا تفجر في الخصومة، لا تبالغ، فيبالغ خصمك فيك لما يرى ضعفك، فتغلب، تقهر، فتظلم، فتعود إلى قومك، إلى رهطك، إلى أهل بيتك كثيرا. ما الصواب يا أمير المؤمنين؟ قال: ولا يستطيع من يتقي الله أن يخاصم. والمعنى الأكمل في حقك أن لا تدخل في الخصومة أصلا، لأنه لا يقبل أحد أن يدخل في ركب المنافقين، ولا يقبل عاقل أن يدخل في ركب المغلوبين الذين أصيبوا بغبن الرجال. فالحل كما قال أمير المؤمنين: ولا يستطيع من يتقي الله أن يخاصم، لأن التقوى لجام تمنع صاحبها من الفجور، فخير له أن لا يخاصم أهله، لكن ليس كل أحد يستطيع أن يقول ذلك. لما أجلب عليه في صفين رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، خطب الناس فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا احتدم البأس وأحجم الناس قدم أهله، قدم أهل بيته، فقتل عبيدة يوم بدر، وقتل حمزة يوم أحد، وقتل جعفر يوم مؤتة. فلما أراد أن يستشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الحروب يقدم آل بيته، فقدم عبيدة وقد قتل واستشهد رضي الله عنه وهو من آل البيت في بدر، واستشهد حمزة في أحد، واستشهد جعفر وهو أخو علي في مؤتة، ثم قال عن نفسه: قال: وأراد من شاء من شئت لسميته، يقصد نفسه، مثل الذي أرادوا، أي من الشهادة، لكن آجالهم عجلت ومنيته أخرت. يتكلم عن نفسه، ثم كما تعلم رزقه الله عز وجل الشهادة إذ قتل شهيدا في 17 من رمضان رضوان الله تعالى عليه وعن ابنيه. والمراد الحديث عن قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم ولينظر أحدنا في أي الفريقين هو، في من يشرك مع الله أو في من يوحده، في من يغفل عن ذكره أو في من يعبده، في من يقيم صلبه وصلاته وركوعه وسجوده لربه، أو في من يعرض عن الله وعن الأذان إذا سمعه. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في قول الكبير المتعال: هذان خصمان اختصموا في ربهم.